نروح بقى لنتائج المسابقات. النادي الاهلي طبعا خلاص الجولات الاولى ابتدت، فريق 2099 لعب، فريق 2001، فريق 2003، وفريق 2006. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي نتائج المسابقات الجوله الاولى في دوري الجمهوريه. الاهلي 99 لعب غزل المحله في ملاعب النشيمه دي نصر، فاز الاهلي 3-1. الاهلي 2001 لعب غزل المحله، كانت المباراه في المحله، فاز الاهلي 1-0. 2003 فوز الاهلي برباعيه على الجونه، و2006 فوز الاهلي بثنائيه على الانتاج الحربي. دي كانت نتائج قطاع الناشئين. نروح بقى لدوري الجمهوريه مواليد 2006 وكل نتائج الفرق هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. الاهلي طبعا افتتح اول مباراه بفوز على الانتاج الحربي 2-0، بيراميدز وانبي فوز انبي 2-0، سموحه والتعادل الايجابي مع وادي دجله 1-1، فوز الزمالك على مصر المقاصه بثلاثيه، فوز المصري على سيراميكا 2-1، فوز الاسماعيلي على المقاولين 1-0. ده دوري 2006. نروح لدوري 2001 الاسبوع الاول ايضا، الزمالك فوز على البنك الاهلي 3-2، فوز المصر تعادل ايجابي المصري طلع جيش 1-1، المقاولين والاتحاد 1-1. المجموعه الثانيه انبي فوز على انتاج الحرب 2-1، فوز الاهلي على غزل المحله 1-0، والتعادل ايجابي الجونه وسموحه 1-1، وفوز الاسماعيلي على بيراميدز 1-0. دي كانت كل اخبارنا في برنامج الاشبال. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.